ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايطاليا خرجت من كاس العالم ومن مين؟ مقدونيا الشماليه؟ يعني هو لازم رئيس الوزراء يبعت يهددهم بالموت قبل الماتش زي ما حصل قبل كده علشان يكسبوا؟ ثم ان كاس عالم ايه وبتاع، احنا في ايه ولا في ايه؟ ده في حرب عالميه ممكن تقوم في اي لحظه. ايه ده؟ يعني كاس العالم ممكن يتلغي، مش اللي جاي ده بس، ممكن يتلغي اللي بعده. ما هو اتلغى قبل كده مش مره ولا اتنين، ده فضل يتلغي 12 سنه. وايطاليا اللي مش عاجباك كانت بطل العالم لمده 16 سنه وكانوا مخبيين الكاس في صندوق جزم. خليك معايا لو عايز تعرف باقي الحكايه. اهلا بكم في حلقه جديده من اصل. سنه 1938 وقبل الحرب العالميه ما تقوم بسنه بس، كان كاس العالم شغال، وكان بطل العالم في المونديال اللي قبله ايطاليا، حامل كاس العالم لسنه 1934. المهم جت سنة 38 وبدأت بطولة كأس العالم، وكان محكوم عليها من أول يوم إنها تبقى من أغرب بطولات التاريخ ويدخل فيها مشاكل سياسية واجتماعية. بطولة 1938 كان من المقرر استضافتها في فرنسا، واختيار فرنسا كان أول مشكلة، لأن كان في اتفاق إن المونديال يتعمل مرة في أوروبا ومرة في أمريكا اللاتينية، بس الفيفا شافت إنه يتعمل في أوروبا أحسن علشان أغلبية الفرق المشاركة كانت من أوروبا. ليه نخلي الناس دي كلها تسافر؟ والسفر أياميها ما كانش سهل زي ما انت عارف. دول أمريكا اللاتينية شعروا بالظلم والإهانة لدرجة إن الأوروغواي والأرجنتين انسحبوا من البطولة، ويا دوب الأوروغواي والأرجنتين انسحبوا راحت أسبانيا هي الأخرى انسحبت. الله، طب ما أسبانيا في أوروبا، يبقى إيه المشكلة بقى؟ المشكلة إن إسبانيا كانت غرقانة في حرب أهلية، فما كانوش فاضيين للعب الكورة، وبكده المونديال خسر 3 فرق مهمة من أولها. بس عادي مش مشكلة، عندنا 16 فريق هيشارك، 13 فريق من أوروبا، وكوبا والبرازيل من أمريكا اللاتينية، وجزر الهند الشرقية الهولندية اللي هي إندونيسيا، بس ده كان اسمها أياميها. خلاص تمام، هنلعب بال 16 دول، يلا؟ لا مش يلا. في هذه الفترة، وزي ما قلنا في حلقة الحرب العالمية الثالثة من أصلي، ما تنسوش تتفرجوا عليها. في هذه الفترة هتلر كان احتل النمسا وبقت جزء من ألمانيا، وما بقاش في حاجة اسمها النمسا أصلا، واللعيبة النمساويين منهم اللي انضم للمنتخب الألماني ومنهم اللي استقال. الفيفا تسكت؟ طبعا لا، الفيفا تصرفت وقررت إن السويد اللي كان المفروض تواجه النمسا في التصفيات ستتأهل بشكل تلقائي بسبب غياب المنتخب النمساوي. طيب ماشي حلو، 14 فريق والسويد حظها حلو اتأهلت لوحدها. ها نلعب كورة بقى؟ نلعب يا معلم. بدأت التصفيات، ومن ضمن الفرق المشاركة البلد المستضيف فرنسا اللي اللاتينيين مش طايقينها، وإيطاليا حامل لقب المونديال السابق، وألمانيا اللي نص أوروبا مش طايقاها بسبب هتلر. يعني كأس عالم مشحون بالسياسة والتوتر بدأ في يونيو 1938، وخسرت ألمانيا، أما حليفتها إيطاليا حاملة اللقب فتقدمت في الصفوف وانتصرت على النرويج وفرنسا والبرازيل، رغم أن الجماهير كانت دايماً بتشجع ضد إيطاليا. ليه؟ السبب إن إيطاليا كانت تحت حكم بنيتو موسوليني الفاشي، والفريق أياميها لبس قمصان سودا لون الفاشية، وألقى التحية الفاشية لجمهور المباريات. طبعاً محدش عارف هم عملوا كده باقتناع ولا موسوليني أجبرهم، بس الموضوع ده خلى الجماهير دائماً بتشجع ضد إيطاليا. وبيقول سايمون مارتن مؤلف كتاب سبورت إيطاليا والمؤرخ الرياضي بجامعة باكنغهام: لقد تم وضع القميص الأسود والتحية الرومانية كواحدة من أقل اللحظات تألقاً في تاريخ كأس العالم والفيفا، وأكثرها سياسية بشكل علني. المسكين لو كان شاف اللي حصل في الرياضة الروسية اليومين دول ما كانش قال الكلام ده. ما علينا، نعود إلى كأس العالم. إيطاليا كسبت الكل وتأهلت للنهائي ضد المجر، وخلاص قربنا من الكاسة. هو يا رجالة اللعيبة الإيطاليين قاعدين في أوضة تغيير الملابس بيستعدوا للماتش، حماس، احنا قدها يا احفاد يوليوس قيصر. هوب، فجأة دخل عليهم راجل ومعاه برقية مهمة، برقية من الرئيس الإيطالي بنيتو موسوليني، مكتوب فيها 3 كلمات: فيكتوريا أو موارتي، النصر أو الموت. إيه ده؟ ثانية واحدة، معقولة هددهم بالموت علشان ماتش كورة؟ الكلام ده له أكتر من تفسير. أولاً موضوع البرقية متداول بشدة ما بين المؤرخين، يبقى البرقية اتبعتت، لكن المؤرخين دول مؤرخين غرب يعني بيكرهوا هتلر وموسوليني، فجايز البرقية ما اتبعتتش ويكون الموضوع كله متألف. لكن تصريحات حارس مرمى المجر في البطولة أياميها أنتال زابو
قال إن البرقية وصلت للفريق الإيطالي فعلا، وعلشان كده تساهل معاهم وسمح لهم يدخلوا جوال علشان ينقذهم من الموت. يبقى البرقية اتبعتت، بس في نفس الوقت لعيبة إيطاليا نفوا الموضوع، يبقى البرقية ما اتبعتتش، لكن ممكن يكونوا قالوا كده خوفا من موسوليني، يبقى البرقية اتبعتت. وفي رأي آخر بيقول إن مقولة فيتوريا أو مورتي الإيطالية بتترجم لجملة النصر أو الموت فعلا، بس في إيطاليا لا تؤخذ بالمعنى الحرفي، زي لما احنا نقول يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل، أكيد ما نقصدش الكلام ده. طب ايه؟ موضوع البرقية حقيقي ولا لا؟ لا احد يستطيع التأكيد 100%. اكتب انت رأيك في التعليقات وقول، لكن الأكيد ان ايطاليا انتصرت وخادت كاس العالم سنة 1938، وبقت اول منتخب يأخذ البطولة مرتين على التوالي، وخدوا الكاس وروحوا بلدهم. ياه الحمد لله البطولة الغريبة دي خلصت اخيرا. لا لسه ما خلصتش. بعد سنة زي ما انتوا عارفين قامت الحرب العالمية الثانية واستمرت 6 سنين، وطبعا كأس العالم لكرة القدم اتلغى في الفترة دي لأنهم كانوا بيلعبوا كأس العالم على احتلال الدول. طب الكأس، كأس العالم الحقيقي الذهب راح فين؟ مش كان مع فريق إيطاليا؟ كأس العالم الأصلي نفد من السرقة ومن قبضة موسوليني وجنود هتلر وقنابل تشرشل، لأنه كان مخبأ في أأمن مكان في العالم، في صندوق أحذية تحت سرير الراجل ده أوتورينو باريزي نائب رئيس الفيفا إيطالي الجنسية. في فترة الحرب والفوضى اتحاد الكرة الإيطالي خاف على الكاس من الضياع أو من السرقة، فخبوه في صندوق ودائع في أحد بنوك روما، لكن باريزي ما اقتنعش وخد الكاس بالسر وخباه في صندوق أحذية تحت فراشه في غرفة نومه لسنوات، إلى أن تم تسليمه مجدداً إلى الفيفا بعد الحرب ما خلصت تمهيداً لعودة كأس العالم سنة 1950. أيوة كأس العالم توقف لغاية سنة 50، وبكده فريق إيطاليا كان أول فريق يحصل على اللقب مرتين على التوالي، وأكتر فريق طول وهو محافظ على الكأس لمدة 16 سنة. فلو بتشجع إيطاليا ما تزعلش على خروجها، ولو ما بتشجعش إيطاليا قدر مجهودها، وفي الحالتين لو الحلقة عجبتك ما تنساش تكتب رأيك في التعليقات وتعمل شير وتشوف باقي فيديوهاتنا، ونراكم في الحلقة الجاية من أصل.